السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو والمجتمع. طبعا من ضمن أهداف هو والمجتمع تسليط الضوء على الإيجابيات، وفي نفس الوقت إن احنا بنحاول إن احنا نوصل لكل المجتمع. عشان كده معانا طبعا في الفقرة الأولى حد كل حلمه إن هو يطلع في التلفزيون، كان عنده موهبة مدفونة بقالها سنين وحابب إن هو يوضحها لحضراتكم. منورني. أهلا يا فندم، شكرنا أستاذ عمر. عرف نفسك للناس بقى. أنا اسمي فتحي عبد الحليم محمد. كم سنة يا أستاذ؟ عندي 62 سنة. وكنت عندي الموهبة عبد الحليم حافظ دي، هو نفس سن الظاهرة من حياتي يعني في كان ليا يعني صولات وجولات فيها، بس الحظ ما ساعدنيش يعني. فكل الحمد لله رب العالمين، كل واحد بياخد نصيبه. يعني أنت هواية الغناء عموما؟ عندي برضو. الغناء عموما ولا أنت يعني عبد الحليم بس؟ لا، عبد الحليم والمرحوم برضو عماد عبد الحليم برضو ليه حاجات حلوة برضو معايا يعني، غنوة الأم دي يعني غنوة المدن يعني الحمد لله يعني بأديها كويس، وإن شاء الله تنول إعجابكم إن شاء الله يعني. طيب ممكن نسمعها للسادة المشاهدين؟ أمال يا فندم، تحت أمرك. اتفضل المايك بقى. أول مرة تحب يا قلبي، أول يوم أتهنى، يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي، أول يوم أتهنى، يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة ليه بيقول الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقول الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا مانين، انا ولا انت هنعشق تاني. افرح واملى الدنيا مانين، انا ولا انت هنعشق تاني. اول مره اول مره، اول فرحه تمر في قلبي، وانا تايه في الدنيا غريب. قلت احكي ولا اخبي، ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر في قلبي، وانا تايه في الدنيا غريب. قلت احكي ولا اخبي، ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا مانين، انا ولا انت نعشى تاني. افرح واملى الدنيا مانين، انا ولا انت نعشى تاني. اول مره اول مره. بالك قد ايه ما غنيتش؟ والله لا خلاص المايك بقى. انا بقالي كتير يعني زي ما بيقول يعني الحل الحين، بس يعني انا كنت بفضل الله تعالى يعني كنت بجيب صوت عبد الحليم 100% وفوق كمان، لدرجه في ناس بس يعني منهم حتى الاستاذ شريف منير كنت يعني في ظاهرته يعني التقيت بيه في نادي القاهره، فطبعا وكان هيشوف لي شغل وكنت هتعامل. الفنان شريف منير؟ نعم الفنان شريف منير. الاستاذ شريف منير، هو يا ريت هو بس يشوفني ويسمعني، هو هيعرفني على طول، وممكن اتصل بيكم على الفور عشان هو من زمان كان نفسه يشوفني. كان ايه الموقف يعني اللي حصل معاه؟ نعم كان ايه الموقف اللي حصل؟ كان اللي حصل معاه كنت انا مؤاخذه اتقابلنا، فانا يعني كان معايا كارنيه بتاع التمثيل، كنت انا يعني شغال في يعني كنت بتمثل؟ يعني ممثل بس لسه في نشأتي يعني ما كانش اسحفني الحزن وكده يعني، فالحمد لله رب العالمين. فطلعت اشتغلت مع الاستاذ فؤاد المهندس في فيلم اسمه أسعد الله مساك، والأستاذة سمية الألفي والأستاذ فاروق فلوكس، وكان نخبة يعني كان من الممثلين.
فطبعا الحمد لله رب العالمين. انت بعدت عن المجال خالص بتاع الفن؟ بعدت عن المجال، ما لقيتش في نفسي خالص. انا هقعد اعمل ايه؟ ما اصل يشوف حاجه حلوه، انا بحب طول عمري بحب الحاجه الحلوه، يعمل حاجه حلوه ومقتنع بيها تماما، يا ما اعملهاش. ده طبيعي يعني، اللي فيا يعني ربنا خلقها فيا. فانت ما حبيتش الفن ولا حبيت الفن؟ لا انا بحب الفن ولا زلت بحب الفن، بدليل ان انا بغني اهو. انا بموت في حاجه اسمها عبد الحليم حافظ، وبموت في حاجه اسمها عماد عبد الحليم. عماد عبد الحليم يعني جنه الام دي، يعني لو عايزين تسمعوها اسمعها لكم والله. طب ممكن نسمعها؟ تحت امرك. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. أتو المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، أتو المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ضا إلا في قلبك يا أمي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ضا إلا في قلبك يا أمي، أيوة في قلبك يا أمي. ده أنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. كبرت وكل ما اكبر يكبر حبك في قلبي، كبرت وكل ما اكبر يكبر حبك في قلبي يكبر. انا ليا غيرك وطني وانتي وربي. كبرت وكل ما اكبر يكبر حبك في قلبي، كبرت وكل ما اكبر يكبر حبك في قلبي يكبر. انا ليا غيرك وطني وانتي وربي. ولما اعوز ايديكي وابوس على ايديكي، انسى المدن يا مايا بلمستك وعنيكي. ولما اعوز ايديكي وابوس على ايديكي، انسى المدن يا مايا بلمستك وعنيكي. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالفرح ضا الا في قلبك يا امي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالفرح ضا الا في قلبك يا امي، ايوه في قلبك يا امي. ده انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. امي يا حبيبتي انتي طول عمرك طايره بيا طايره بيا، امي ولكنك اتخلقتي علشان تخافي عليا عليا. امي يا حبيبتي انتي طول عمرك طايره بيا طايره بيا، امي ولكنك اتخلقتي علشان تخافي عليا عليا. طول ما انت عايشه ليا يا نبع من الحنان، لو داقي الكون عليا ليا في قلبك مكان. طول ما انت عايشه ليا يا نبع من الحنان، لو داقي الكون عليا ليا في قلبك مكان. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالفرح ضا الا في قلبك يا امي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالفرح ضا الا في قلبك يا امي، ايوه في قلبك يا امي. ده انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.
في الفترة اللي فاتت بقى دي كلها ما حاولتش ان انت تشتغل على الموهبة بتاعتك، ولا ما جاتلكش الفرصة بقى وضغوط الحياة وكده؟ والله انا اشتغلت، يعني اشتغلت في افراح واشتغلت في حاجات دي، بس يعني انا كان نفسي اوري موهبتي للتلفزيون المصري والناس اللي عندهم اللي هم بيحتووا الحاجات الحلوة. طيب. انا سبحان الله يعني اللهم لك الحمد والشكر، في اصوات كده اهو بيساعدوها بالاجهزه وبتضرب عليه معاها. انا الحمد لله والشكر لله، انا على قناه الحمد لله. انا كفايه يعني كل الناس كل اللي نال يقول لي يا حليم 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 على طول. طيب احنا برضو من ضمن الايجابيات برضو اللي احنا بنسلط الضوء عليها واللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، طبعا الايجابيات في اداره يوسف الصديق التعليميه. طبعا في شغل معمول هناك من المدير العام، شغل عالي جدا. عشان كده معانا على التليفون الاستاذ محمود هيبه، المدير العام لاداره يوسف الصديق التعليميه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمود. اهلا بحضرتك في الاعلام الجميل والنزيه والشريف والاستاذ الكرام والمشاهدين. استاذ محمود، انت من ضمن النماذج بجد ان الواحد يعني بيحاول ان هو يدعمها بكل الاشكال، ان انت من الناس اللي انت على ارض الواقع فعلا بتشتغل شغل، انت ممكن تشتغل اكتر من 20 ساعه، وده احنا بنشوفه فعلا والناس كلها بتشيد بدوت فعلا. عايزين نعرف بقى من حضرتك اخر التطورات العمليه التعليميه فعلا. اولا انا بشكر حضرتك على تسليط الضوء على اداره الاستراتيجيه التعليميه وعلى تعليم التجاري بشكل عام، وان كان من تطبيق الضغوط بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل المخلصين الذين يعملون بالمحافظه بالتعليم التعليم الفيوم هم كسر الوضع الفوري، وعلى راس هؤلاء المخلصين الذين يعملون بجده واخلاص علي محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري والاستاذ محمد عبد الله مسؤول وفق لهم كل تحقيق وكل تقدير، ونحن نعمل من خلال توجيهات ومراجع. اما بالنسبه للضغوط المسجوله، نحن الان كما انت تعلم بعد حديث معالي وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي والرؤيه الجديده فعلا ستكون اصبح اهتمام العالم وليس فقط محافظه وليس فقط مدينه مصر العربيه ولكن العالم باجمع، لانها رؤيه حديثه وجديده. نحن الان في الاستعداد الجديده، الاستعدادات الجديده والتعليمات والالياف الجديده وسعنا التي وكان عليها معالي وزير التربيه والتعليم الاسبان المؤتمر الصحفي الذي عقده، وهي من خلال وفق الاجراءات الاحترافيه للتسليم والتسليم مع اعضائنا الكبار الالياف التي تكتب من خلال الايام والدوام والى اخره، وهناك العديد من الاجراءات التي يجب اتباعها من خلال الفتره القادمه للتعليمات التي تتم خلال الفتره القادمه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يا استاذ محمود. طيب احنا شفنا في حملات ليليه على المدارس يا فندم، ايه الهدف يا فندم من الحملات دي؟ الهدف من الحملات والمرور على المدارس ليليه، لكن طبعا احنا لابد ان يكون في عندنا حاجه اسمها نبطجي او نبطجيات وحارس امن في كل مدرسه، لابد ان احنا نتابع هذه الحرب ونتابعهم في التواصل، لان احنا عندنا امكانيات محسيه وامكانيات موجوده في مطرح المدارس، وكنت نستطيع ان نتابع لابد ان نعطيها حرص واهتمام اكثر من خلال هذه المدفعات يتم التركيز على الاخوه المخلصات الرسميه التواجد الليل والحضور في اثناء مختلف اعمال في الفتره الاخيره، يعني دي فتره حرجه جدا ممكن تحصل في اي مشاكل، ممكن يحصل فيها تليفون، ممكن يحصل فيها تلاعب حريق مسير لا قدر الله، وبالتالي تواجد العائله الكبيره زي ما بيقولوا موجوده في الفترات المبدئيه التي بتحافظ على الامن وامان المدارس، وايضا تشارك المدرسه الفقره للفتره الصباحيه لسيد مدير المدرسه، ودي الحفاظ على الامن ومتابعه المدارس متابعه من خلال الواقع. نرى باعيننا هل هؤلاء متوافقين لاستعداد عمليه ووضع استراتيجيه ايضا صور الدفاتر المشرفه للسجين، ان كان هناك تقصير في بطوله المتابعه والحساب فورا بالتالي تحتاج التسجيل. احنا كان في صور برضو من داخل الاداره برضو التعليميه برضو يا فندم، برضو هنعرضها برضو لحضرتك برضو، او ممكن تكون اتعرضت يا فندم. طيب تمام يا فندم. طيب ان شاء الله باذن الله هنبدا نتكلم بقى عن بدايه العام الدراسي الجديد، امتى يا فندم؟ هو طبعا لازم حضرتك اكيد سمعت في المنطقه بتاعت التمعاش وزير التربيه والتعليم، واحنا عقد مباشره معانا الاستاذ محمد عبد الله اجتماع معانا في المديريه للعمل على الالياف الجديد، زي ما انت عارف اربع ايام من الجزء الاول اللي هي رابعه ابتدائي لثالثه ابتدائي ومن رابعه لخمسه لثالثه ابتدائي ثلاث يومين، هو برضه مرحله معدليه ومنه سنه يومين، واحنا بنشتغل على الاليات دي نفسها بنحط اجهزه اولا بنجهز الدنيا الجيب والاستعداد عندنا جهه تحتيه موجوده في السنين المختلفه، فبنتابع دي ونشوفها ايضا بنشوف التداول اللي هتتعمل
تابع برضه مع الوزير ان كل مدرسه لها حضور تطبيق في معادلات طلاب على المعلمين وفق الامكانيات المتاحه عندهم، ولكن برضه بقيه الرؤيه الموحده للجهات كلها فاحنا هنشوف تراجع الاحصائيات اللي عندنا من المعلمين وتجهيز المعلمين والعجز والزياده في الطرق بحيث ان احنا نوفر المعلمين الكثير لمتابعه ابنائنا الطلاب، وايضا بنحرص على التواصل المباشر مع المنصات الالكترونيه المعموله في الوزاره وبالتالي بالفعل نتابع الاشخاص ونطلع فقط ان احنا نفكر ان احنا مصريين وان احنا ننتمي لهذه المنظومه التعليميه، لان فعلا بكثره تعليم تلك المنظومه اثبتت ادارتها وهي جديده بنشكر فعلا معالي الوزير عليها لانها حققت نتائج مبهره في احداث كورونا، ودي اللي بيتم بالفعل التواصل من خلالها التواصل مع المنصات الالكترونيه تجديد البنيه التحتيه لمنظومه مدارسنا والتواصل والوقوف على مدى صلاحياتها، ايضا التواصل مع والوقوف على الامكانيات المتاحه عندنا من الموارد البشريه العكس والزياده الافضل العكس وحق الكادر وحق توظيف المعلمين بشكل عام وبشكل شفاف، ايضا تدريب المجموعات الدراسيه لمواجهه الدروس الخصوصيه، وبالتالي بالفعل برضه بعدها كويسه جدا ان اتيحت للمعلمين والمعلم والدير قال ان احنا في صف الطالب والمعلم دي حاجه كويسه جدا، فاحنا بنديها ايضا المجموعات الدراسيه هتبقى عندنا ايضا في تعليم الفيوم بشكل عام وخاصه عند الجيش والتدريب هيكون في مدارسنا كلها احنا الان بطور اداه برنامج متكامل للمجموعات التقويه ولبرنامج المتابعه المسائيه فنحن الطلاب بتاخد القرار الوزاري لمنظمه الامن العام والوقاية رقم 53 بنساهم من خلاله نحدد والدينا التغييرات الجديده اللي هتجينا وتظهر علينا ان شاء الله تعالى ونحن نضع فيها على الوزير من الوقت الخارجي التاجيلي فاحنا بنديها لاجهزه مدارسنا بنشوف الاساس اللي عندنا مكتمل ولا لا وفق الاجراءات الاحترازيه اللي هتتعمل بنشوف الاجراءات الافتراضيه اللي هتكون كامله للمدارس عندنا باذن الله تعالى بنوفرها المعلمين بنوفرها كل التجهيزات اللي هي من دورات المياه والكهرباء والكتابه والكتابه والى اخره كل التجهيزات التقنيه الكامله اللي هي بدايه عام دراسي جديد بحيث يكون عندي عام دراسي جديد امن وايضا عام دراسي جديد فيه الدنيا التكنولوجيه متوفره واحنا عندنا دلوقتي ان شاء الله تعالى شغال عندنا انترنت في جميع مدارس الاداره ايضا بنشتغل على ان احنا نماكن كل اقسام الاداره مشغلين بالفعل على هذا العمل ان احنا نماكن الاداره ممكن تقول برضه من محمد عبد الله بصراحه هو كل فكره تفكير فاحنا شغالين على المكان بحيث يبقى في تواصل مباشر مع الطلاب مع اولياء الامور مع المعلمين وايضا تواصل مع كل الجهات المعنيه تجهيز المدارس والتنميه كامل المدارس بالتالي وتجهيز ايضا البرامج التقويه البرامج الفلكيه بتاعت الطلاب اللي احنا كده شغالين في كل الاتجاهات ان شاء الله يا فندم. هل في افتتاح مدارس جديده يا فندم عند حضرتك في الاداره؟ اه طبعا يا فندم، انا عندي مدارس ثانويه، عندي مدرسه ثانويه في مكتبه، مدرسه ثانويه في مكتبه، والان شغالين على اكمال البنيه التكنولوجيه لها، عندي مدارس اعداديه بالفعل فتحت ومدارس ابتدائيه، عندي مجموعه من المدارس ستفتتحت ان شاء الله تعالى. اضف الى ذلك التوقعات اللي عندي مجموعه اكثر من ثلاث اربع مدارس سوق توسعات مباني جديده تضاف الى المدارس الحاليه تبع صيانه شامله وصيانه جزئيه اللي موجوده في المدارس كل المدارس اللي بتحتاج الى صيانه شامله او صيانه جزئيه بتتم من خلال الطرح اللي بيطرح من خلال المدرسه بتطرح من خلال مدرسه التربيه والتعليم وده لاكمال البنيه التحتيه بالفعل تكون التجهيزات بتاعتها متكامله لتجهيز عام دراسي جديد امن وصالح لابنائنا الكبار. يبقى عندي توسعات، عندي انشاءات جديده بالفعل تم مدارس جديده، وعندي صيانه ثانيه من كل صيانات نفسيه فضلا عن الصيانات اللي هي البسيطه اللي بتتم من خلال اللجنه التربيه اللي بتشرف الادارات وتوزع على المدارس للصيانات البسيطه اللي موجوده في الطاقه، لو في حاجه تعرض طاقه محتاج او باب محتاج حاجه او دورات المياه او الاستعدادات اللازمه لمدارس العام الدراسي. ان شاء الله يا فندم. استاذ محمود هيبه طبعا شرفتني ونورتني، شكرا شكرا جدا لحضرتك يا فندم. ارجع لحضرتك تاني تحت امرك. حياتك بقى كانت عامله ازاي لما انت بقى لقيت نفسك مش ماشي بقى في الموهبه دخلت بقى في سوق العمل بقى كنت شغال فين يا بابا؟ انا بعد ما سبت الوسط الفني اشتغلت بشركه الدلتا للحديد والصلب اتوظفت فيها وقعدت فيها لحد ما طلعت معاش. اشتغلت فيها كام سنه؟ قعدت فيها 35 سنه بس خلال فتره ال 35 سنه دول كان الوسط الفني في دمي طبعا من حين للحين اروح ابص على الحبايب كده فانا كان نفسي اشوف بس شريف منير لانه ده حبيبي بجد يعني
وانا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى صوته يسمعني ان شاء الله يشوفك، لان هو لو شافني هو بنفسه اللي هيجي لي جري اللي انا بحبه. بس ممكن يكون الشكل اتغير عن زمان. لا 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 لا، هو شريف عمره ما اتغير، انا بحبه. لا شكلك انت ممكن يكون اتغير، مش هو الفكره. لا هو عارفني شكليا، هو الله اكبر، هو عنده قوه ملاحظه شديده جدا جدا. وبعدين شريف مش اي حاجه، تنابغه فنيه ما فيش زيها بجد والله. غنيت يعني له ايه؟ نعم غنيت له ايه اول ما شفته؟ غنيت له اسمعكوا يعني. ماشي. وتلموني ليه تيرا، وتلموني ليه لو شفتم عينيه حلوين قديه، هتقول انشغالي وصهد الليالي، هتقول انشغالي وصهد الليالي، مش كتير عليك ليه بتلوموني ليه؟ اسير الحبايب يا قلبي يا داي، اسير الحبايب يا قلبي يا داي، في موجة عبيد والشعر الحرير عالخدود هفف ويرجع يطير، والناس بيلموني واعمل يا قلبي تيرارا، عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي تيرارا، والناس بيلموني واعمل ايه يا قلبي تيرارا، عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي يا قلبي. وتلوموني ليه، وتلوموني ليه لو شفتم عيني حلوين قدي، هتقول انشغالي وصهد الليالي، مش كتير عليك ليه بتلوموني. يعني عملت ايه في حياتك بقى؟ كده شويه كده وشويه كده يعني، سبحان الله والله العظيم ثلاثه. انا كنت بفضل اغني الغنوه، اغني يعني اكررها اربع خمس مرات، دلوقتي بكررها مره ومرتين، انما لو في تمرين ممكن ارجع تاني للمستوى العالي. بس يعني الحمد لله انا اكتفيت على كده وخلاص. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طبعا ما زلنا تاثير جائحه كورونا طبعا على كل المجالات، فطبعا من ضمن المجالات اللي كان ليها تاثير كتير جدا عليها طبعا القاعات، قاعات الافراح والكلام ده كله. عشان كده معانا حد تواصل معانا عن طريق البرنامج، معانا الاستاذ رزق. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ رزق. شاكرين جدا لحضرتك، اتحت لنا الفرصه ديت اللي احنا نتكلم والناشد حضرتك والمسؤولين. ده حقك علينا يا فندم. شاكر جدا يا فندم. انا دلوقتي بتكلم وعايز اعمل منزل من خلال حضرتك، لان طبعا حضرتك مسموع. اللي احنا النهارده من شهر 3 بننفذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالاغلاق، واحنا حضرتك فاهم طبعا اكثرنا الناس مستاجرين، 90% منا ناس مستاجرين وعلينا قروض، واي مشروع حضرتك عارف بيلزمه راس مال وقروض وفلوس ترسلها، وحضرتك داخلين احنا على مدارس ومش عارفين نعمل ايه. فاحنا بنناشد الدكتور مصطفى يعني يا ريت يبص لنا بعين الرحمه شويه ان احنا نشتغل، بس عشان خاطر اولادنا حتى مش عيالنا، المدارس داخله علينا، قضينا رمضان وقضينا العيد ودي المدارس داخله علينا، حضرتك عارف مفيش جيل داخل في المجال بتاعنا، وفي نفس الوقت ما نقدرش ان احنا نغير النشاط لان راس مالنا كله في النشاط. الايجارات يا فندم بتتراوح من كام مثلا؟ الايجارات عند حضرتك مثلا في القاعه، انت حضرتك في اسكندريه. في اسكندريه الايجارات عندنا في الشهر بتتراوح من 15 لغايه 50 اللي هو على طريق الكورنيش، الاماكن الداخليه 15. طيب ده كله متاخر على حضراتكم؟ ده كله متاخر يا فندم على حضراتكم الايجارات دي كلها؟ ايوه يا فندم ايوه، والمالك طبعا ملوش دعوه بالموضوع،
طبعا. شكرا شكرا يا استاذ رزق، وان شاء الله صوت حضرتك يوصل يا فندم. ابو عبده، رجعت لك تاني. انت بتقول لي انا كنت اتجوزت 4 مرات، في ظل المشاكل اللي احنا شايفينها واللي احنا بنعيشها دي. والله يا استاذ عمر، انا عايز اقول حاجه بقى، يعني اتفضل نصيحه يعني مني لكل الناس اللي اتجوزوا واللي هيتجوزوا. ايه بالمعنى النصيحه؟ ده نصيحه عمليه دي. دي حاجه عامه، مش حاجه يعني. الانسان قبل ما يرتبط بالانسانه لازم ناخد الانسانه اللي هو يحبها وهي تحبه. ما فيش حاجه اسمها اتجوز واحده غصب عنها، ما فيش واحده تتجوزني غصب عنها. بدليل على ذلك انا مره اتجوزت انسانه كنت بحبها حب شديد جدا، وهي لا مؤاخذه قلبها مع حد غيري، بس قلبها مع ايه؟ جوزها المتوفي. يعني دي حاجه، ده وفاء عظيم، وده اللي خلاني اتشددت ليها جدا جدا. فانا طبعا بحتمر طموحاتها وقلت لها بس يعني انا راجل موجود والحب الحي قبل من الميت. فطبعا قالت لي مش عايزك تزعل منه، قلت لها مش زعلان، بس هي انسانه يعني ملتزمه وكويسه، فما قدر الله ما شاء فعل يعني ما حصلش وفي بيننا. يعني اللي انا عايز اقوله ايه؟ الانسان عم يجي يخش المجال الاسري دون لازم يختار الانسانه اللي هي يعني تتماشى معاه. وبعدين الحب ده لا يتاكل ولا بيتوزن ولا بيتباع ولا بيتشري، ده الحب ده نابع من عند ربنا. يعني انا برتاح للانسانه دي والانسانه دي ارتاحت لي. ليه الاهالي تقف في السكه وعايزين؟ ما هو ده الطمع اللي بتاع الدنيا اللي احنا ماشيين بيه. انما لو كل واحد يرضى بالقليل ويوافق ويمشي الدنيا، والله العظيم ما تلاقي فيه طلقات ولا تلاقي اي حاجه. بس للاسف الشديد يعني معظم الطلاق بيحصل لان ما فيش توافق بينهم. واحد متجوز واحده اعلى منه، واحد متجوز لا مؤاخذه هو يكون عنده مستوى عالي ومستوى لا مؤاخذه مش قد كده، فبتبقى طبقات مش عدله. وفي حب لا مؤاخذه سبحان الله، انا واحد من الناس صدفتني مره في حياتي وانا في العسكريه، حبيتني عشان مغنى عبد الحليم حافظ دكتوره برتبه نقيب، وانا لا مؤاخذه رفضتها ليه؟ ما احبش هياخد حد اعلى مني. لا ده انت عندك مغامرات بقى. لا مغامرات خطيره جدا. احنا بقى ان شاء الله بقى كده نشوف حلقه كبيره كده ونجيبك معانا ان شاء الله. تحت امر حضرتك والله، لان عندي حاجات كتيره جدا جدا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا فندم. طبعا ان شاء الله هنروح عمر. هنروح لفاصل وهنرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم من جديد. طبعا في موضوع طبعا على الساحه دلوقتي اللي هو موضوع التصالح في قانون البناء ده. طبعا الموضوع ده شاغل كل المجتمع بسبب طبعا الازالات اللي بتحصل طبعا للاماكن الغير مرخصه. فطبعا في ناس ما تعرفش ايه اللي هتعمله، في ناس قاعده بقالها سنين وفجاه العقار طلع مخالف، في ناس طول عمرها مسافره بره بيحوش فلوس يجي عشان خاطر يبني فجاه كل ده بيضيع. فده طبعا عمل بلبله في المجتمع بسبب طبعا موضوع الهدد وكده. طبعا احنا كنا عملنا حلقه قبل كده واتكلمنا في الشق القانوني، النهارده هنتكلم بقى في ايه؟ في الشق الهندسي. عشان كده معانا المهندس اسلام عبد الحميد. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. انا يا فندم انا مخالف طبعا. فطبعا دلوقتي بيبقى في اجراءات قانونيه وفي طبعا بيرجع لحضرتك في المكتب الهندسي طبعا. ايه اللي بيتم في الحالات يا فندم، وازاي نعرف مين مخالف مين مش مخالف؟ والله حضرتك الاول انا المهندس طبعا اسلام عبد الحميد عبد السلام خليفه من يوسف السديق الخواجات. اهلا وسهلا بحضرتك. صاحب مكتب عقار ديزاين موجود في يوسف السدي نفسها وفي الفيوم. تمام تمام. بالنسبه للمواطن لما بيجي يتقدم لانه يقدم اي حاجه مثلا عايز يتصالح على المبنى، ازاي اصلا بيعرف ان هو المبنى نفسه مخالف؟ اول حاجه بيروح يا اما الوحده المحليه تابع ليها، يا اما بيروح للاداره الزراعيه تابع ليها. بيروح للوحده المحليه بيشوف هو ليه مخالفه ولا لا. لو ليه مخالفه يبدا يشوف اي مواطن ليه مخالفه، المخالفه دي لازم يتصالح عليها. المخالفه دي بتبقى من الوحده المحليه عاملاها. الوحده المحليه او الاداره الزراعيه او مجلس المدينه او اللي احنا في الحي عموما. لو احنا مجلس في المدينه هو عباره عن وحدات محليه تابع لمجلس المدينه. تمام. نفس النظام، الاداره الزراعيه عباره عن وحدات زراعيه تابع للاداره الزراعيه نفسها. تمام. فهو انت دلوقتي بتشتغل على شقين، الوحده المحليه تابع لمجلس المدينه والجمعيه الزراعيه تابع للاداره الزراعيه. تمام. فبتروح لاي جهه من الجهات دي بتقول لهم انا اسم المواطن الفلاني اللي بمتلك بيت في المكان الفلاني، هل انا ليا مخالفه ولا ماليش؟ هو يبدا يقول لك يخاطبك انت ليك مخالفه في سنه كذا والكلام ده كله. طبعا انت بتعرف ان انت ليك مخالفه سواء كنت داخل الحيز العمراني او خارج الحيز العمراني، لازم تقدم على تصالح.
التصالح ده من الحاجات الكويسة، من الحاجات الممتازة، من الحاجات اللي هي يعني ايه نقدر نقول ان هي حاجة كويسة للبلد وحاجة كويسة للمواطن، ان انت تبقى باني حاجة مخالفة وتتصالح عليها مع الدولة، وفي نفس الوقت تقعد فيها وتقدر تبنيها وتهد وتبني بعدين بعد ما تخلص فترة التصالح بتاعتك. بس في شكاوي بالنسبة للأسعار المبالغ فيها لسعر المتر في التصالح، والله يعني احنا سمعنا ان في متر ممكن يوصل لحوالي 2500 جنيه تمام و3000 جنيه للمتر، يعني بتتكلم لو 100 متر بتتكلم في مبالغ مثلا حوالي يعني. الأسعار حضرتك دي بتتحط بناء على في لجنة بتحط الأسعار دي تبع المحافظة ايا كان، مثلا ولكن انا من محافظه الفيوم فبكلم مثلا محافظه الفيوم، الاسعار دي مش بتتحط جزافا كده وخلاص، لا هي بتتحط بناء على لجنه بتتشكل وتحط سعر المتر هنا بيساوي كام، سعر المتر لما يبقى ارض زراعيه ويبقى مثلا حيز عمراني اللي انت تبني فيه هيغلى يبقى قد ايه، فبناء على كده هو بيذكر لك سعر المتر، يعني سعر المتر مثلا على البركه غير سعر المتر في الشارع الرئيسي، غير سعر المتر مثلا في شارع جانبي، غير سعر المتر في المدينه، غير سعر المتر في القريه. اقل سعر كام يا فندم الاتصال؟ اقل سعر المتر 50 جنيه هو أقصى حاجة، او اقصى حاجه معاك لحد 2000 جنيه لو كان المتر على الطريق السياحي اللي هو ده للسكن يا فندم. للسكني، انا بتكلم على السكني. تمام، لكن التجاري بيختلف. التجاري بالنسبه للاماكن الموجوده على البحيره، على البحيره برضه 2000 جنيه. انت بتتكلم على محافظه الفيوم عموما؟ بتكلم على محافظه الفيوم عموما. تمام. المتر على البركه بتتكلم في 2000 جنيه، تمام كده؟ المتر طبعا داخل القرى الرئيسيه غير داخل النجوع والايه والعزب. طب لو داخل قريه لو دخل وشارع ضيق، شارع ضيق متر ب 50 جنيه لو كان كامل كل حاجه، اللي هو مقدم ميه كهرباء، مقدم مثلا موجود فيه ميه وكهرباء ومبني الكلام ده كله جاهز او صالح يعني لو للمعيشه. 100 متر يدفع 5000 جنيه. 5000 جنيه على الاربعه طبعا بيدفع ربع المبلغ دلوقتي، والباقي كله بيتقسط على 3 سنين تاني، يعني انت بتدفع ربع المبلغ بيقضيك مثلا لمده سنه، وبعد كده بعد ما تحدد السنه تبدا الربع الثاني وهكذا لحد 4 سنين، كانك بتدفع المبلغ على 4 سنين من غير فوائد بنكيه يعني ولا اي بنتكلم حاجه. في مثلا لو 100 متر يدفع 1250 وبعد كده 1250 و1250 في خلال فترة 4 شهور. 4 سنين. 4 سنين؟ 4 سنين، أول سنة دلوقتي مثلا وليكن هقدم على التصالح بكرة، تمام؟ بدفع بكرة ربع المبلغ 1250 جنيه، وبعد كده بعد سنة بدفع الربع الثاني، بعد سنة وهكذا من غير فوائد بنكية، دي أهم طيب حاجة. طيب في حالة إن المواطن غير قادر على الدفع، إيه اللي بيتم معايا يا فندم؟ والله يعني هو أنا ما فيش إمكانية إن أنا معايا ال 1250 جنيه تمام. إن أنا أروح للوحدة المحلية وأتصالح، وبالتالي مش هروح. ايه الاجراء اللي هيتم بص عليه وانا ساكن انا واولادي؟ تمام، بص هو حضرتك يعني اكيد الحكومه والهيئات القضائيه طبعا مش بتستخدم حاجات تعسفيه مع المواطنين، في قروض بنكيه طرحوها دلوقتي البنك الاهلي وبنك مصر والبنوك دي طرحوها ان تمام، يعني دي مبادره برضه طالعه من البنك بتسهيلات للمواطنين، اي حد ما معهش الكلام ده كله يروح ياخد كارد من البنك وبقى اللي فايده، يعني اللي ما معهوش مثلا ال 5000 بيروح ياخد كارد من البنك ويبدا ان هو يتعامل مع بأقل البنك تسهيلات. طبعا ده ينزلوا مبادره جديده ونازله والدنيا تمام وماشيه بالمخالفه اللي هي معموله، بالمخالفه اللي معاك، وطبعا في جمعيات خيريه وفي الكلام ده كله بتسد على المواطنين اللي هم حالتهم تعسفيه شويه والدنيا. طيب حضرتك بقى كمكتب هندسي انت بقى بتفيده في ايه؟ انا كمكتب هندسي انا المواطن مثلا بيجيني بيقول لي انا عايز اقدم على تصالح مباني للحته الفلانيه في المكان الفلاني، ابدا اقول له هات لي صوره المخالفه، يبدا يجيب لي صوره المخالفه، هات لي صوره البطاقه، يعني بطلب منه صوره البطاقه، صوره عقد المنزل، صورة المخالفة نفسها، وصل مية أو وصل كهرباء إن وجد، تمام؟ طب فرضا ما مش مخالفة، لا بقدم على التصالح مفيش أي مشكلة خالص، أنا باني من زمان وما عنديش مخالفة فأنا عادي بطلب. يعني ممكن ناس تكون بانية وهي أصلا ما عندهاش مخالفات؟ طبعا. ببدأ آخد من صورة البطاقة وصورة العقد بتاع البيت ووصل مية ووصل كهرباء لو في، مش موجودة عادي جدا صورة البطاقة وصورة العقد فقط لا غير، عندنا محافظ الفيوم اتكلم في النقطة دي قال لك لو بصورة البطاقة بس قدم. اهم حاجه يكون في جديه اهم حاجه للتصالح. يكون في جديه تصالح، انت عندك جديه للتصالح احنا هنتصالح معاك، ما عندكش جديه بقى والكلام ده كله تبدا الدوله طبعا تستخدم معاك طيب استخدامات انت تانيه. اتكلمت ان بتقول ان القانون ده ليه مميزات، ايه المميزات يا فندم؟ المميزات طبعا ان سعر يعني انا هعتبر نفسي كده مواطن انت جاي تاخد مني فلوس. تمام، انت حضرتك دلوقتي سعر الارض دلوقتي بيبقى مثلا وليكن الايراد بتحدده قبل المباني ب 30000 40000، بعد ما بتبنيه اقل حاجه الايراد بيخش في 200 300 500 على حسب المكان بتاعك، فاول حاجه انت الاستفاده الماديه دي اول حاجه، تاني حاجه انت بتستفاد من المكان نفسه. الكلام ده يعني هنتكلمه بصفه تجاريه، انا بكلمك ان انا حد ساكن، يعني انا مش هفكر ابيع. تمام، ما هو ده بالنسبه للشق التجاري، تمام كده؟ بالنسبه للشق السكني انا دلوقتي ارض زراعيه مش موجوده اصلا، يعتبر انا باخد منها يعني حاجات بسيطه، دلوقتي انا استخدمتها للسكن، قويتني انا وزوجتي واولادي والكلام ده كله. طيب معلش في برضه تعقيب برضه على الموضوع ده. اتفضل. انا باني على ارض زراعيه.
تمام. وجه تم هد طبعا البيت عشان مبني على الارض الزراعيه. تمام. هل يصلح ان هو يتزرع تاني يا فندم؟ والله هو المكان نفسه لو هنتكلم في كده، احنا بنتكلم فعليا، لا يتصلح يتزرع تاني المشكله، يعني يتشال منه. ايوه يتشال طبعا ويتزرع تاني، مفيش اي مشكله جدا. انا دلوقتي لو رحت ارض صحراويه دلوقتي وهستصلح فيها الزراعه، مش مكان بقى كان مزروع اصلا قبل كده. بس انت بتتكلم يا فندم كان كان مبنى وخرسانه. عندنا في قريه اسمها حبيب لوقا المكان كان موجود بالفعل، تمام، اتهد فيها 3 مزارع وخمس بيوت بسبب شكاوى من المواطنين، وجم حصل ازاله للحاجات دي وهدوا المزارع والكلام ده كله واتزرع مكانها، وكانت مبنيه، وكانت هي اصلا يعني مبنيه من 2000 ومن يعني من 5 6 سنين. طيب احنا في ناس كتير طبعا يعني ايه حابه تتواصل مع حضرتك، يتواصلوا عن حضرتك ازاي يا فندم؟ في رقم تليفون ليا ورقم تليفون لشريك انا المهندس محمد عبد الرحمن فضل. طيب هو الرقم على الهواء برضو لاي حد حابب ان هو يتواصل مع الباشمهندس. تمام. رقمي انا تليفوني ورقم المهندس محمد عبد الرحمن فضل موجود برضو معايا. طيب حضرتك بتشتغل داخل الفيوم بس ولا في اي محافظه يا فندم؟ انا بشتغل بالنسبه للاتصال حاليا داخل الفيوم وفي 6 اكتوبر. تمام. يعني لو جالك حاجات بره المحافظتين دول تشتغل برضه؟ بشتغلهم عادي مفيش اي مشكله خالص. الموضوع اسهل ما يمكن، انت المواطن نفسه بتيجي بيقول لك ارفع لي البيت وانا عايز اقدم، انت بتطلب منه الاوراق المطلوبه بتاخدها بتكمل له الشق الهندسي. الشق الهندسي عباره عن الرسومات الهندسيه للمكان بكروكي موضح للمكان بتصوير جوي للمكان ان هو المكان موجود فعلا قبل 2017. تمام. والدنيا تمام، مش الشق الهندسي بالنسبه لي يعني ما فيهوش مشاكل خالص. ممكن الوقت يخلص في خلال قد ايه مثلا؟ مده قد ايه بالنسبه للتصالح؟ للتصالح كان اخر حاجه كانت لحد 15/9 ومدوها لحد 30/9، وكان في كلام امبارح على انه ممكن يتمد شهرين كمان. فانا يعني بناشد اي مواطن ان هو بالنسبه للتصالح لا قدم، دي فرصه كويسه وحلوه وكويسه لاي مواطن ان هو يجي ويشتغل ويحب يسكن مثلا في البيت، يحب يستخدم مكان تجاري ويبيعه. لا انا شايف ان دي حاجه كويسه. انا بكلم بقى حضرتك بقى على مده التصالح، يعني انا جبت لحضرتك الاوراق ديت. تمام. يبدا التصالح ده طبعا احنا كان في مده لحد يوم 30 تقريبا. تمام. صح كده. لازم اكون مقدم الاوراق، لازم اكون مقدم الاوراق. الوقت ده ما امتدش يا فندم، هو لحد يوم 30 لحد دلوقتي اللي كانوا بكلمه في امبارح ان في ممكن يتمد شهرين كمان او الكلام ده كله، لسه لحد دلوقتي مش عارفين الدنيا فيها بصراحه. لكن الوقت اللي هو اللجنه تنزل لك او الكلام ده كله، انت بتقدم ورقك مثلا النهارده قبل حوار جائحة كورونا ده، كان اللجنة بالظبط في 15 يوم بعد ما تعمل تقرير الاستشاري كانت بتنزل وتعين البيت، وبفضل الله هي نزلت عندنا في مركز يوسف السدي وقبلت حوالي 31 تقرير حاجة زي كده، 31 بيت يعني قبلتهم وتمام. ولسه واقفين دلوقتي على ان هم يستلموا بس من ايه، من مجلس المدينة شهادة معتمدة ان هو تم التصالح، ما حدش يقدر يتكلم معاه. تمام. لكن بعد حوار جائحة كورونا بقى والكلام ده كله الموضوع بقى يطول شوية، اللجنة مثلا بقى لها وليكن حوالي 4 شهور لسه ما نزلتش. فيعني احنا بنناشد ان الموضوع يعني ايه، المواطن برضو عنده حتة اللي هو انا مش شايف فيه جدية في الموضوع، يعني مثلا انا بجري المواطن نفسه؟ انا مثلا على الرغم العدد اللي احنا سمعنا عنه؟ اللي سمعنا لا طبعا، لكن في ناس لحد دلوقتي كتير لسه ما راحتش للاتصال. في ناس خايفة، في ناس انا كنت عند مواطن النهارده بيقول لي انا خايف اقدم يكونوا بيحصروا الناس اللي بنوا ويهدوا لهم. فقعدت فهمته قلت له لا الدنيا مش كده، الدنيا ان انت بتقدم القانون سهل جدا، انت بتقدم اوراقك صوره البطاقه والاوراق المطلوبه عشان انت ما فيش حد. ازاي نحدد بقى ان هو مخالف؟ يعني انا قاعد في بيتي اعرف منين ان كان بيتي ده مخالف ولا مش مخالف؟ لان في ناس بتقول انا لو رحت قدمت انا كده كده قاعد. تمام. وفي قرار بيقول طلع ان مش هينفع ان حد يهد في مكان اهل بالسكان. هل ده صحيح؟ والله هو بص، بالنسبه للحوار الهدد ان انا هد مثلا كتله سكانيه، يعني انا شايف ان ده صعب يعني ما بتحصلش. المشكله المواطن في الوقت ده، انت جاي لحد عندي وخلاص بتقول لي اخرج بره. تمام. وانا ههد البيت. تمام. يعني يمكن شفت حاجه ظريفه كده على الفيسبوك بيقول لك ايه، يعني حد بيخبط على ست كبيره فبتقول له مين يا ابني، انت بتاع الكهرباء ولا بتاع الميه ولا بتاع الغاز؟ قال لها لا يا حاج احنا جايين نهد البيت. فاحنا في حالات برضو الناس غصب عنها ان احنا خارجين من جائحه كورونا، فالناس في ناس كتير فقدت الوظيفه بتاعتها. فاحنا التوقيت نفسه بتاع القانون، يعني احنا لسه خارجين زي ما حضرتك بتقول من جائحه. تمام. فالمفروض ان احنا برضو ايه ننظر بعين الرحمه للناس دي. والله اللي معاه يدفع مفيش اي مشاكل، ولكن في ناس يعني ايه تملك قوت يومها بالعافيه. هو طبعا في ناس اكيد طبعا ظروفها تعبانه والكلام ده كله ما بتقدرش تسد اللي عليها، وشفنا من الحالات دي حالات كتيره. تمام. لكن طب لو حد جالك وقال لك يا فندم انا مش معايا فلوس ولا والله انت في الحاله دي بتعمل ايه؟ وانا يعني عايز اتصالح بساعد على قد ما اقدر وبكلم مثلا الناس اللي تقدر تساعد وبيساعدوا.
يعني انت ممكن تساعد مثلا بالشغل فيما يخص ايوه طبعا في الشق بتاع المكان حضرتك اللي انا مثلا. موجود فيه، لو اي حد مش قادر يشد مش قادر يعمل يلا يكلمني وانا على قد ما اقدر عادي اخدمه تحت انا امر. اقصد حتى لو جزء معين مثلا، لو انت مثلا التقدير مثلا لو حضرتك مثلا بتاخد 2000 بتاخد 3 ممكن تخفض معاه تمام في الاسعار ده يا ما فندم، فيش مشكلة، وده وجهك يا فندم. لا اي ما فيش اي مشكلة خالص تحت امرك، يعني اي حد اي مواطن مثلا مش قادر مش مع مثلا ايه يسد الرسومات الهندسية ولا الكلام ده كله، انا مستعد ان انا اعمل له رسم هندسي والكلام ده كله بسعر حتى لو أدي سعر التكاليف اللي هي بسيط. بتدفع للنقابة أو اي كده، ان شاء الله ما فيش اي مشكلة، دي مبادرة طبعا جميلة جدا تحت من امرك حضرتك يا فندم. تحت امرك ما فيش مشكلة عادي. إيه تاني يا فندم اللي بيتم مع المواطن يا فندم؟ اللي بيتم مع المواطن بقى ان هو بعد ما بيقدم طبعا بيستنى بياخد صورة الوصلات، وصل بتاع اللي هو رسوم المجلس، هو وصل اللي هو بتاع الجدية، وبياخد الوصلين دول وبيطلع حاجة اسمها نموذج 3 اللي هي شهادة بتفيد ان هو ان هو قدم على التصالح، فبيديله إعفاء من أي مساءلة قانونية لمدة 6 شهور. طب تمام انت وضحت لي حضرتك يا فندم ان انت بتشتغل في كل المحافظات زي ما سألت حضرتك في تمام البداية، تمام يعني. تمام. فهو طبعا بياخد ايه بياخد ان هو النموذج 3 ده مع صورة الوصل والوصلين دول، بيصورهم ويديهم للوحدة المحلية تابع ليها او الجمعية الزراعية تابع ليها، وعشان طبعا الجمعية الزراعية والوحدة المحلية بتبدأ تبعت اسماء لمواطنين مخالفين تبعتهم لمجلس المدينة، وبناء عليه مجلس المدينة يبدأ يبعتهم للنيابة الإدارية او يبعتهم مثلا الايه للمسائل القانونية. تمام الناس دي مثلا واخد عليهم قضايا وعليهم معاهدة ولسه ما اتخذش فيهم اجراء. تمام فطبعا هو لما بيعمل بيطلع نموذج 3 وبياخد الوصلين دول ويديهم للجمعيه الزراعيه او بيديهم للوحده المحليه، طبعا بيعلموا ده باسم ان هو تم التصالح او تم تقديم الاوراق اللازمه للتصالح، وبيكتب طبعا بعد ما بيسجل في مجلس المدينه بياخد طالما رقم. قدم يا فندم استحالة ان هو يحصل ازالة، ايوه صح كده؟ استحاله طبعا استحاله، طالما انا قدمت ومعايا ما يثبت ان انا قدمت سواء النموذج 3 او الوصلين اللي هو بتاع الجديه او بتاع رسوم المجلس ده لازم التلاته دول يكون معايا، حتى لو ما عندوش مرافق حتى لو ما عندوش مرافق يقدم صورة بالبطاقة. يقدم بالبطاقه، يقدم بالبطاقه لحين بقى اللجنه ما تيجي وتبص فيه. في حاجات معينه طبعا ممنوع التصالح عليها زي مثلا بناء على املاك دوله، بناء مثلا لو هبني في مكان جات لك مخالف. نماذج زي كده يا فندم؟ حد حب يتصالح او حاجة وطلع ان هو ايوه طبعا في اماكن مثلا مخالفه خطوط التنظيم، يعني بيت مسابق بيت بيت بني في الطريق اصلا فما ينفعش، فلا انت ارجع لحد خط التنظيم نفسه وبناء عليه نتصالح لك مفيش اي مشكله. في ناس بتبقى باني على ارض املاك دوله طبعا لا تصالح على املاك الدوله صراحه كده. تمام في ناس بتبقى باني على مشروع قومي زي خط ميه مثلا ماشي في الارض فانا باني فوق ايه قواعد وبتاع، فده غلط مثلا على المواسير والحاجات دي، باني مثلا على خط مثلا بترول، باني على خط مثلا غاز، فالكلام ده كله طبعا ايه ممنوع. لازم المباني تكون على ارض على ارض حيز عمراني صراحه، وكل قريه كل مركز له الحيز العمراني بتاعه الخاص بيه او تابع ليه. كان في اتصال برضه للاستاذ عربي، حاول يا شباب كده نجيبه تاني معلش. تمام تمام. طب باشمهندس بقى بالنسبه انت بتقول طبعا لا تصالح على املاك الدوله. على املاك الدوله، تمام ايه تاني يا فندم ما ينفعش فيه تصالح؟ ما ينفعش تتصالح برضو الاماكن اللي هي القريبه للمطارات، لو كان باني برج عالي مخالف لشروط الطيران، يعني مثلا طياره طالعه مثلا وفجاه برج طالع في وشي فما تجيش ما تنفعش. تمام تمام. ايه تاني طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، ايه اللي يميز المكتب الهندسي عند حضرتك ماشي عن مكتب هندسي تاني؟ يعني مثلا هل انت في سرعه الاجراءات هل كده؟ والله احنا اول حاجه طبعا يعني انا مثلا بنستنى ممكن اقول ايه، انا عايز اروح للبشمهندس اسلام، تمام. اشمعنى البشمهندس اسلام؟ عشان واحد اتنين تلاته. والله باشمهندس اسلام يعني مش هشكر في نفسي اكيد يعني، بس عندنا سرعه في الاجراءات، يعني لو نزلت رفعت المواطن النهارده تاني يوم بياخد الرسومات الهندسيه بتاعته ويقدم مفيش اي مشكله خالص. في مكاتب تانية طبعا بتقعد تاخد يومين ترك ثلاثة تاخد الشغل وبعد تركن كده ممكن أو يعدي تقدم. عليه الوقت اللي هو 30 يوم. أيوة طبعا ممكن يعدي عليه 30 يوم، لكن أنا المواطن بيجيني باخد إجراءاته كاملة بدبس له الورق. تاني حاجة أنا في ميزة عندي إن أنا بقابله في مجلس المدينة، مهندسين معايا بيقابلوه في مجلس المدينة بيخلصوا له كافة الإجراءات اللازمة ويتفضل على بس إنه ياخد رقم فقط لا غير وبيسد في الخزنة، فأنا عامل له تسهيلات يعني ما حدش بيعملها يعني. طب جال حضرتك حد تم إزالة البيت بتاعه جاي عايز يعمل تصالح؟ في ناس طبعا جاتني بتبقى البيوت بتاعتها اتزالت بس طبعا الاجراءات هي زي كده بصراحه مش عارف يعني ينفع تصالح فيها ولا لا، ولكن هو يعني ايه بيشغل بمبدا اللي هو انا هقدم انا ونصيب وهستنى اللجنه لما تجيني واللجنه هي اللي تقرر سواء ينفع تصالح على ارض اتزالت او ما ينفعش. تمام يعني انا بتكلم انا قاعد في البيت وجم عندي هدوا لي البيت،
تمام تمام فانا رايح خلاص بقى شوف هيدي لك البيت ازاي، وانت انت لو اتصالحت مش هيدي لك البيت. لا احنا بنتكلم ان على الازالات اللي حصلت فعلا. تمام، ما هو الازالات اللي طلعت دي، ما انت ما تحاسبنيش على حاجه، انا نفسي مخالف، يعني انا مخالف وما اتصالحتش. ايوه يا فندم، ما حضرتك انت مخالف. تمام. وانا مخالف. تمام. انا تم الازاله عندي وحضرتك لسه ما تمش الازاله عندك. تمام. انت هتروح هتقدم طبعا جديه التصالح. تمام. وهتدفع 25%. تمام. صح كده؟ وخلاص على كده لحد ما تشوف اللجنه 75% بعد. تمام. انا بقى تهدلي، ما هو في الحاله دي هعمل ايه؟ ما هو انا حضرتك، انا لما باجي اقدم على التصالح، انا مش معنى ان انا قدمت على التصالح خلاص ان اتقبلت، لا، انا بقدم على التصالح بستنى في لجنه بتجيني، اللجنه دي عباره عن شق انشائي وشق معماري ولجنه دفاع مدني ولجنه من مجلس المدينه وهكذا. تمام، الحاجات دي كلها بتجيني وبناء عليه بتوافق او بترفض، يعني ممكن اصلا بعد ما اقدم وادفع ربع المبلغ او نص المبلغ او الكلام ده كله ممكن تترفض. ايوه ممكن اترفض طبعا، على الرغم ان انت ماشي في الاجراءات اللي هم على الرغم عليها ان انا وجايب ماشي كل في الاجراءات حاجه. اللازمه طبعا. ايوه، وفي الحاله دي محدش يعرف ايه اللي هيتم بعد كده، محدش هل يعرف. هيتم ازاله ولا هيتم؟ لا محدش يعرف، بس انا نفسي كمواطن انا بقدم ما اعرفش اصلا انا هتقبل ولا لا، انا بقدم واستنى في لجنه جياني وبناء على هذه اللجنه بتقرر اذا كنت انا هتقبل ولا لا. تمام، عايزين بس نحدد بس للساده المشاهدين المقر بتاع حضرتك فين؟ المقر عماره تمام. عماره 2 شقه 25 بجوار الاداره، اداره التعاون الزراعي في سوق السدين. تمام طبعا باشمهندس، طبعا شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. حابب توجه رساله ثانيه يا فندم بالنسبه والله لاي حد انا بوجه فيه؟ رساله للمواطنين طبعا، اي حد ما قدمش على تصالح يتفضل مشكورا يقدم على التصالح، لان التصالح ده فرصه لاي مواطن يقدم عليه. واتمنى طبعا من اللجنه طبعا اللي هي اللي بتنزل تبص في التصالح انها تنزل، لان المواطن نفسه بيشوف، ما بيشوف بيشوف حالات لسه قدم بقاله قد كده ولسه ما خلصش فكره التصالح، فلازم يعني بنتنشد اللجنه بس انها تنزل يعني يتخلص بيت واثنين وثلاثه، بحيث المواطن يشوف الحاجات اللي هي خلصت، خدت بالك، فبيبدا بناء عليه يقدم بقى. مهندس اسلام طبعا شكرا، شكرا جدا لحضرتك. شكرا، شكرا لحضرتك طبعا. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، على امل ان شاء الله باذن الله ان احنا نلتقي بكم في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.